في الأول، مين هيكسب الحلقة ولما يفرقع التلات بلالين بتوعه ياخد 100,000 جنيه؟ السقة نفسه أطول ولا نشان نفسه أطول؟ البلالين بتكبر ومفيش صوت. آه برافو أحمد، أول بالونة. يلا نشان، يلا نشان، يلا نشان، يلا نشان. أحمد دخل على الثانية ونشان لسه في الأولى. حبيبي نشان راح نفسه. يلا نشان أنا تعبت لك. إيه بعد في ناس بتفرقع، واحدة بس، واحدة بس، ما تستسلم، عجل ينتقم حتى النهاية، حتى آخر خبر. برافو نيشان، خش على الثاني على طول، انفخ والفرقة وما ترحموش، خش على الثاني يا نيشان. أحمد تقريبا قد بعضكم تقريبا. ليه مش انت بالونة أحمد ما عم تفرق على البالونة الثانية؟ يلا بالونة مين؟ برافو نيشان، برافو أحمد، برافو نيشان، برافو نيشان. قطع نفسي عن الحرام. برافو برافو، البالونة الثانية حتفرقع، ولو ما فرقعت أنا حتفرقع. خلاص احمد حيموت البالون. ايه في حماس كتير. اوكي برافو 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 للسقة. يلا نيشان، نيشان لازم نحمسك لنسمع هيدا الصوت الرائع اللي هو ينسب في اذنك الاغروده لما بتفرقع البلالين، وبنعرف انه بعد بالون واحد حيفقع اكيد احمد حيكسر الاستوديو. بس اوكي عالجد نيشان، لا خلص بعرف مستفز. برافو برافو نيشان، برافو، فشيت لي غليلي. برافو احمد وبيفوز.